من غير ما تقولوا وتلتوا قولوا للحسد اهدم بطوا هاتهم عالشاشة يتحطوا والنعمة اتخلقوا كده دوتوا عزمي وأشجان عزمي وأشجان عزمي وأشجان عاملين قلبان عزمي وأشجان عاملين قلبان دول جمني يا إنس وعصص بنس وفي الأشجان جدني وشاكي شان لا كمال وشادية ولا نور وبوسي أشجان وعزمي لأ دول خصوصي وأنجلينا وبيت ده كان زمان عزمي وأشجان عزمي وأشجان في الدنيا بص شوف كان بطن مخلفة إنما أشجان وعزمي دي دماغ متكلفة مع إنه يبان عبيط وتبان متخلفة بصين اتجمعوا والحب اللي اتكسر ده هو بنطلون أشجان تبقى الكسر عزمي وأشجان عزمي وأشجان أشجان يا حب عمري مطرح ما يسري يمري كليني على العشاء اخي عليك يا عزمي بحبك حب وهمي وفيك متكلبشة ده الحب ما بينا اصلي ومش اي بتنجان عزمي وأشجان انت متخلف انت ليه بس يا كابتن ما هو جابها هو ده زي كريستيانو ده كريستينا مش كريستيانو اهو اهو كده بقى تمام كده تاكل عيش عندنا كده بقى عنب الواد جابه نسخه من ساديو ماني لا هو مين ساديو هاني ده يا كابتن انت جاهل قوي وهل تعتقدون بقى انني مغفل طلباتك يا ابن عمي اشقق في اللبيني بمطرحين 60,000 جنيه سيارة كيا بيكانتو بعد الصوت ومشغل مهرجانات بيلا ميني اسمير ترابيتا انت اللي ابن 60 عبيطة ساديو ميني بتاع ليفربول جاي هنا مصر لازم نشوف ساديو ده فين ونمضي معاه هتبقى صفقة الموسم ما تعرفش مديحة سنجاري ساكنة فين؟ بقول لكم بيتها وتجيب لي مصاصة هجيب لك مصاصة وعلبة الليم أحمر ماشي يا عم التنح يلا بينا تعالوا ورايا وسع يا جماعة وسع 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 يا ساديو يا ساديو تعالى يا أخويا محمد صلاح عايزة صلاح غريب من صلاح دايما ياتي في اوقات غير مناسبه ما الذي اخبره محمد صلاح ده الموضوع بجد شكله كده يلا يلا تعال نشوف اللي فشخ رجله دايما في محمد صلاح موجود فعلا خلاص يا جماعه خلاص وسعوا يا جماعه خلاص النجم يا عرايب خلاص ايه يا عم ساديو كده تنزل مصر تخطب وما تدينيش خبر ابو صلاح لا تؤاخذني لقد عملناها عديه ربنا يبارك لك يا برنس ما تبقاش تنساني في الفرح بقى حبيبي مو صلاح بالسلامه انت هو ده فعلا محمد صلاح ولا الباب اللي مش موجود في طلنا هو محمد صلاح عند البيت هو مع السلامه يا ابو بكر اعمل عليه الراجل ده لا هيلعب في اهلي ولا في زمالك الراجل ده هيلعب في النادي بتاعنا بس اف سي بول بس لا مؤاخذه ده لعيب غالي قوي هتقدر على فلوسه الغالي ثمنه فيه وهدفع اللي تقولي عليه ما هو من ليفربول اف سي بول كله بيروح في الكابينيه زغرتي يا ابو بديع
جود لك. أشجان أشجان اصحى حبيبتي اصحى. يا عزمي صحتني من أحلى نومة، كنت بحلم حلم حلو قوي. حلم يا حبيبتي؟ الواقع أحلى بكتير من الحلم. معاك حق يا حبيبي. إيه ده؟ بتعمل إيه يا عزمي؟ إيه يا أشجان؟ بغسل وشي يا أشجان، بغسل وشي. أنا فوق. طب ناولني الشامبو من عندك بس كده؟ اه اتفضلي. الله، ده شامبو ضد القشره كمان. ده ضد الفقر. عزمي، هو المليار فيه كام صفر؟ 9 أصفار يا روحي. طب هنوصل لهم امتى؟ ونوصل لهم ليه بقى؟ ما كفايه كده قوي؟ لا كفايه ايه؟ احنا علينا اقساط كتير، لسه الفيلا بتاعت الجونه، ولسه اليخت اللي نفسنا فيه. اه اليخت، صحيح كنت ناسي موضوع اليخت ده. عندك حق. عزمي، هو احنا طماعين؟ لا يا حبيبتي، احنا نصابين. يلا بقى قبل ما بودي ما يقلق علينا. مش قد تعبان؟ اه وانا جدا. بيه ايه ده؟ تحسين؟ مش كده؟ انتوا جيتوا امتى؟ لسه واصلين من مطار يا عديل يا عالمي. ازيك يا مراد عليل؟ اه الحمد لله، الحمد لله على السلامة يا تحسين. امال فين شيماء؟ هتلاقيها اكيد بقى ورا الكنبة ولا في النجفة ولا. معلش يا جماعة، رامز جلال واكل له دماغه بيموت في المقالب. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا حبيبتي. ازيك يا جماعة؟ وحشاني يا حبيبتي. انت كمان يا حبيبي. امال فين حماتي؟ هي مش في البيت ولا ايه؟ لا ماما قالت رايحة النادي شوية تلف التراك. اللهم صل على النبي، اللهم صلي. حماتي بقت بتلف التراك؟ والله العظيم يا عزبي، واحنا هناك كانت بتلف حوالين الكعبه على كرسي بعجل، وانا اللي بزقها. بس نقول ايه بقى؟ نعيش في الفيلا الحلوه دي ويشم الهواء النظيف ده، لازم طبعا الشباب يرد فيه، ولا الاساس والتلفزيون بس. بس الناموس، الناموس يا عزبي، الناموس مش عارفه اقف في البيت. ناموس؟ بتقول لك ناموس؟ انت شفت ناموس ولا تعرفي ناموس؟ امال اللي عندنا ايه؟ تماسيح. ثم يا شيخ، يا شيخ ده كل يوم الواحد يصحى الصبح كده يفتح شباك بيته ويلاقي الخضار ده كله. ده والله العظيم ولا كلكم في اوروبا. انا مش عايز احسد. لا طبعا، هو انت تحسدنا تحسين؟ اه والله، ده تحسين اول لما وراني الصور على الفيس فرحت قوي وقلت ربنا يكرمك من نعيمه يا عزمي يا اخويا. فيس؟ وانت نزلت صوره على الفيس يا اشجان؟ لا لا، مش اشجان، ده بودي. بودي؟ وهو مين عمله فيس؟ وهو مستني حد يعمله؟ ده عفريت. يلي يخرب عقلك يا تحسين، عسل اهو طول النهار كده خاوتني في البيت بقى لعيب وخف الدم. ودي انا بحسدك عليه، بسم الله ما شاء الله ثقيل. ايه يا عزمي، مش لازم اسئل كده؟ ما تلاقيش يا اشجان، انا ان شاء الله الفتره اللي جايه كلها هقعد معاه ومش هسيبه غير لما يفك ويتعلم الفلفنه. الفتره الجايه ليه؟
هو انتوا ليه بتقعدوا معانا قد ايه؟ ايه يا اسم السؤال ده عيب كده يعني عيب السؤال ده تنورتونا يا جماعه يعني انتوا لازم تقعدوا معانا على الاقل بالكتير ربع ساعه يعني تقعدوا بقى في البيت تروحوا تقعدوا في اوتيل تقعدوا في تشين ده يعني تنورتونا لا اوتيل ايه؟ يعني بيت عديلي موجود وراح اقعد في اوتيل ان شاء الله الاجازه كلها قاعدين معاكم ده ما صدق عزمي يعني دي هدية بسيطة كده سبحة الكترونية اتفضلي اشجان يعني عشان ربنا يبارك لكم كده يا رب جميلة وانا بعتذر جدا يعني احنا نزلنا على غفلة فما كنتش عامل حسابي انا عارف ان هي حاجة بسيطة انا مكسوف والله يعني ما هو لازم تبقى مكسوف طبعا لان هي حاجة بسيطة فعلا بعدين بقالك 12 سنة في السعودية رجع لنا بالسبحة دي اهو مش مشكلة اهو تاخد ثواب برضه بيت غلاستك ايه هزار الرخم ده التقيل ده؟ انا اسف حقك عليا. ده انت ازاي وقف؟ انا غلطان. كهربتني يا تحسين. ما تزعلش مني. ولسه واصل وقعد تعمل المقلب دي كلها. لا ده انت حبيبي. طب استنى ما تقعد معايا يومين. طب انا اسف حقك عليا. لا مش حقك عليا انا زعلان. لا شكلك زعلت جامد. لا زعلان طبعا. طب بالله عليك ما تزعل. لا طبعا ما بحبش الحاجات دي. طب والاخوه ما تزعل. بالله عليك بالله عليك ما تزعل. بالله عليك. انا غلطان انا اسف. ما تعملش كده تاني. خلاص خلص الموضوع انتهى الكلام. بالله عليك. حبيبي حبيبي. ايه ده انا بحب الاصايبي قوي بحب الاصايبي ويلي يلي انا بقول يا لا 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 انت مش بتتمرني انت بتعزفي ايوه انا عايزك تنزلي واحده واحده وتطلعي واحده واحده وبراحتك على الاخر عشان ما يجيلكيش كرامب براحتك يا لهوي ده انا حيلي تهد لا 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 انا عايزك تنشفي شويه مشوار شاكيرا بيبدا بعضله مشوار شاكيرا لسه بدري عليه خلينا في ريحان اقرب لنا انت قصدك انت قصدك ريانة ريانة لا 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 يا فيف انا عايزك طموحك يكبر مش يقل انا عايزك تحطي كيم كارداشيان هي هدفك عشان لما تنزلي تنزلي لشاكيرا وهو ده يبقى مقاسك المظبوط اه صحيح شاكيرة ايه وزفت ايه هي كيم كارداشيان هو ده الطموح ولا بلاش بقول لك ايه كوتش عمرو لا 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 يا فيفي لا ما ينفعش احنا قلنا بلاش موضوع كوتش دي سوري يا موري عندي كرومب في السمانه بتفهم في السمان انا ما باكلش غيره طب تعالي طب تعالي تعالي ده الموضوع بجد تعالي ريحي تعالي سيدي علي تمشيش عليه براحتك انزلي اقعد السمانه دي طيب ما تقلقيش مليانه كرومب صحيح بالراحه عليا يا موري بالراحه معلش يا زهر جالك كرومب من كتر اللفه على المشايه انتوا بتعملوا ايه ايه يا ابني ده حد يخش على الناس كده بسم الله ما شاء الله ابنك والله ما يبانش عليك ابنها وشويه وعندها بابا يجي يعورها لا ده المدهول جوزي قلت له ليه قلت له ليه جوزك ازاي اسمع نصيب يا سيدي صحيت من النوم لقيتني تحت المخده ممكن بقى سلسل ما انت المدام بدل ما اعور وشك بالموس تعور وشي جوزك بس لمد قوي اسمه ايه المزين ده؟ امال فين بقيته؟ جاي في السكة بقول لك يا فيفي انا اروح العب شويه تشيست اول ما تخلصي اندهيلي مش هتاخر عليك يا مور طيب اوعى وهو كل يوم من ده عشان كل واحد يعرف تمامه انت جاي ليه يالا؟ بتكسفني قدام صحاب الشباب؟ ما تتلم يا فيفي يا بت اجي الاقيه بيلعب في السمانه يا بت المره الجايه ايه؟ العضله الخلفيه يا بت وايه الاسترتش اللي انت لابساه ده؟ متجوزها ايه؟ دمبل؟ خليك اوبن مايندر اوبن اريال ماشي يا فيفي يا بنت شيخ المنصر بقى رايحه تلعبي شيست؟ ماشي يا شيست الكل لك ده هي في سمنتك بصي يا مدام زبيده انا مش عايزاكي تقلقي نفسك خالص خالص انا هخلعك منه في جلستين بالظبط وهجوزك مروان واكتب لكم العقد العرفي بايدي كمان ان شاء الله لا بصي في حته الفلوس دي انا مش بعرف اتكلم خالص الصراحه بس يعني هو انا الطبيعي باخد 100000 جنيه مقدم بس عشان حضرتك يعني تهميني وحد مهم بالنسبه لي يعني انا هاخد 60000 جنيه بس مقدم وانا تحت امرك في اي وقت كلميني صباح الفل يا نيفو طب يا مدام زبيده انا مستنيه مكالمتك اوكي باي باي هو في ايه يا عماد انت ازاي تدخل عليا كده اصلا ايه يا نيفو في ايه ما احنا الاثنين واحد يا حبيبتي يعني انا هعمل لك مفاجاه انت تقابليني بالوش ده تا 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 دعوه الفرح ايه رايك قسما بالله يا نيفو سهران لحد الصبح في بين السرايات لحد ما وصلت للشكل العبقري ده دعوة ايه وشكل ايه؟ ايه ده مش عاجباكي ولا ايه؟ بصي تطلع تدخل تطلع وتدخل والله العظيم يا نيفو الواحدة مكلفاني 5 جنيه و40 قرش بس مش خسارة فيكي والله انت بنت حلال وتستاهلي اكتر من كده بكتير فرح ايه وفرح مين وفرح فين ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايوه نيجي بقى للاسئلة المهمة
فرح ايه وفرح مين وايه الحاجات دي. نيجي بقى الاهم مفاجاه في اليوم كله. لا 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 لا، فندق شوفوتيل الجزيره. قصدك شوفوتيل الجزيره اللي في الزمالك؟ شوفوتيل الجزيره في جزيره تانية، جزيره الوراق، غير جزيره الزمالك خالص. الفندق جديد نوفيا نيفو. هندخل على عجلات حربيه والبروجرام مختلف تماما. في الاول اسماء الله الحسنى ورأس الاسلوب اجمل نساء الدنيا. انا مش هقول حاجه تاني، انا خلصت كل حاجه عندي كده. هو ده المختلف بجد بالنسبه لك؟ ده انت ناقص تقولي هنقفل الفرح على سهر الليالي. لا لا لا، سهر يا نيفو الشغل القديم ده بس يا نيفو، اتضايقينا ليه بس في الفرح؟ واللي انت بتقوله ده جديد يا عماد؟ نفرتيتي ايه وشوفيتال ايه؟ هو انت الفندق اللي انت حجزت فيه ده يعني كام نجمه؟ لا انا ما شفتش نجوم بصراحه، بس هو مكتوب على الباب ادفع الهواء مكيف، اكيد القاعه مكيفه. بص يا نيفو انت برضو بتاخدينا فين وبنسيب الحاجات المهمه. المعازيم كل واحد من المعازيم في طبق. يعني ايه كل واحد من المعازيم في طبق يا عماد؟ لا لا مش جوه قاعدين في الطبق، لا انا جاي لك في الكلام. كل واحد من المعازيم في طبق وهنحط قطعه جاتو واتنين باتون ساليه. من لابوار؟ لا من البشبيشي في اول فيصل، بس قسما بالله يا نيفو احلى من لابوار 100 مره، انا اشهد له. اه والله. عماد هو انت يعني خلاص حجزت الفرح وجهزت الشقه وكده عشان اتجوز ولا لسه؟ لا لا انا خلاص اجلت قسط الشقه دي دلوقتي خالص، انا هنخش في شقتك انت بقى. لا شقتي ايه دول طلعوا نصابين وانا رافع عليهم قضايا كتير وبعدين مش هينفع. قسما بالله بتتكلمي بجد؟ اه والله. لا حول ولا قوه الا بالله. طب والعمل دلوقتي يا نيفو؟ بص هو انا رافع عليهم قضيه مستعجله وبعدين انا شايفه ان احنا ناجل موضوع الجواز والفرح ده لغايه ما نكسب القضيه. صح ماشي ماشي. طب انا كده لازم اروح بقى الاستاذ طوارشي الغي الحجز بتاع القاعه لحسن ياكدوا وتروح بقى عليا ال 200 جنيه المقدم كلها. يلا روح الحقه بسرعه. هروح بسرعه. بصي خلصي وكلميني على طول. ها بس اختك شيماء دي طيبه قوي يا عزم. اه والله كفايه انها مستحمله الواد اللي اسمه تحسين ده، يخرب بيت سقالة دمه. بس وطي صوتك هيسمعك. هو بيحس على الله يسمع. المهم اعمل فنجان قهوه. اجيب لك حاجه من الثلاجه؟ يا ريت لو تجيب لي بس حتتين جاتوه عشان نفسيتي تعبانه. اعمل لك واحد مربى بالقشطه؟ لا انا عايزك تو. انت برضه عامله دايت؟ جرايه شيماء انت وتحسين انتوا نازلين في الاوبرش. لا كفايه بقى. امال ايه بقى؟ كل الولاد بودي جاب لي سوان. كفايه مش قادره يا اختي. لا مش هتاخر. اتاخر بس انت سيبني في حالي اكمل لبسي. لا 5 minutes وابقى عندك. طب يلا. كده برضو؟ كده برضو يا عزمي؟ حد يفتح الباب كده ويخش على مامي من غير ما يستأذن؟ افرض مامي قاعدة براحتها. على فين العزم يا أم عزمي؟ إيه ده؟ هو أنا لازم أديك تقارير بخروجاتي ومروحاتي ومجياتي؟ جرايا عزمي. وأنا اللي قلت هدخل ألاقيكي بتقومي الليل؟ أتاريكي لابسة ورايحة كازينو الليل. أنا يتقال لي كازينو الليل؟ أنا رايحة عند باكي صاحبتي. عيالها يا عيني سابوها وراحوا امريكا، نقعد نتسلى شويه نلعب بولتين استيميشن وبعد كده اخدها في حضني اطبطب عليها انيمها، بتخاف تنام لوحدها غلبانه. استيميشن؟ خلاص يا حاجه رجاء قلعت الحجاب وهتقضيها بواريك. اوعى تقول بواريك، دي بدل الحجاب. انا سالت الشيخ شربيني وقال لي تجوز. قصدك الشيف شربيني طبعا. عيب تتمأوز على مامي يا عزمي، مش دي التربيه. ايه ده؟ ايه ده مريم فارس؟ جاي حماتي الجاكيت ده مين خرمك كده؟ اصل واخده فتوى من الشيف شربيني تلبس مخرم كده عشان تحس بالفقر. على فكره انا جايباه مخرم جاهز وبعدين انا لابسه تحته اندر شيرت. اندر شيرت؟ طب ما لبستيش ليه بعد بنطلون الجينز المقطع مقطع مقطع بدل الجيجنج اللي انت لابسه؟ هي ناقصه بوظاني يا اشجان. خلاص يا ماما هاتي هنا يا حبيبتي النهارده وبكره الصبح اروح لباكي صاحبتك. لا انا اديتها كلمه ومش هقدر ارجع في كلمتي. هروح لها يعني هروح لها. سيبوني اعيش سني، انا لسه صغننه. سنك
سنك ايه يا حماتي؟ ما هو سنك ده يا حماتي انك تقعدي كده في السرير معززه مكرمه، تاكلي بقسومات، تشربي شاي بلبن، تتفرجي على البرنامج مثلا اللي هو بتاع شارع شريف ده بتاع الاستاذ شريف مدكور لذيذ جدا، يعني تذكري الله كده يعني تريحي. عاجبك كلام مراتك؟ شارع شريف وبقسومات؟ انا شاي بلبن وبقسومات انا؟ ماما برضه بصراحه هيهبت منك قوي. هبت من مامي؟ انا امي ولا صار ماما؟ ايه اللي حصل؟ مفيش يا حبيبي، بس التيتا انحرفت يعني. يلا حبيبي روح على اوضتك، بس يلا روح على اوضتك، نام نام. عاجبك كده؟ مراتك تقول عليا انا انحرفت؟ انتوا عايزين مني ايه؟ بقول لكم حرام عليكم سيبوني اعيش سني، انا لسه صغننه. خلاص يا ماما، انت اصغر واحده فينا. ايوه انا صغننه. بصمه كويس بيبصم يا باشا اهو. تنساش الخنصر. الخنصر والبنصر. البنصر. وتنساش الابهام. الابهام. ابهام شهيم. جراي حسام انت قافش قوي ليه كده؟ كده يا ابني هيجي لك شوجر. يا رب. اعتقد ان هو نظيف. هو ايه اللي نظيف يا باشا؟ احنا بنشوف اشعه. انا مش فاهم حاجه، بنعمل ايه هنا؟ انا شايف في رحرحه فكريه، في هرتقه ابداعيه، في محشي بالليه. طب ما تغرفينها يا ابني صباعين، ده احنا واقفين في الكمين من الصبح. يا رب صبرني. لازم الحاجه اللي عاملاه. حاجه يبقى يا باشا ارجوك، انا مش فاهم، انا شغال مع حضرتك، ريحني. احنا بنعمل ايه؟ ايه الحبر؟ وايه الورق؟ وايه اللي بنعمله ده؟ شباب. شباب وطايش ومحتاج يفهم. بص يا ابني، دي بصمات مين؟ الجاني. بصمات مين؟ الجاني. الجاني بعد يومين. احنا هنمشي ورا البصمات دي في كل كمين نعمله، نبصم اللي داخل واللي خارج ايا كان. ايا كان ان شاء الله حتى انا. ونقفشه هنا على الدواه. توتو على كابوت. بعد 30 سنه ان شاء الله. موت حمار حضرتك يا باشا. انت تقصد مين بالحمار يا حسام؟ انا يا فندم، انا سبتيني حمار. مش للدرجه دي يا حسام، انا ما اقصدش. فندم حضرتك اللي احنا بنعمله ده يعني كاننا بندور بالظبط على نقطه في بحر. قصدك ابره في كوب قش. بعيدا عن المسميات والامثله كلها يا فندم، يعني البصمات والحاجات دي حضرتك بتتعمل في معمل البحث الجنائي، في ايد متخصصين، مش في الشارع علوي كده. والمعمل البحث الجنائي بتاعك ده هيعمل ايه ازم من اللي هعمله؟ انا جايب 47 من 50 في ماده البحث الجنائي ديت. والمنطق ده ما درستهاش المنطق دوت اساسا يا فندم. هتعرف المنطق منين لحضرتك؟ اعرف المنطق منين؟ انت بترد عليا طليه بطليه يا فندم. طليه ايه وكلام يا فندم؟ انا قبضي كله مصروف على الدكاتره قسما بالله. صلوا على النبي يا جماعه، صلوا على النبي. ايه ده؟ انت اللي موافق هنا؟ اتفضل يا استاذ. يلا يا حبيبي، احنا حسابنا مش هنا، حسابنا في المكتب ان شاء الله. القبض قبضي كله بيتصرف على الادويه. ما تصرفوا على الادويه وعلى البنبول. انا مالي ايه بس وكده؟ والله العظيم ابدا امهر باشا عنك سعادتك. حضرتك ترتاح في البوكس تشرب القهوه بتاعتك، وانا اخد بصمات العربيه. شكرا يا سيدي، بس انا ملاحظ ان احنا كنا بندور على نقطه في بحر. ابره في كومة قش. مش المسميات يا حسام بيه. ارجوك يا فندم، حضرتك واقف على رجلك من الصبح، لازم ترتاح وسيب لي انا المهمه الشاقه دي. لا سيب لي الشقه دي انا افتشها، وروح انت بصم لي المكنه اللي هناك دي. طب ما بصم المكنه اللي هنا حضرتك. لا المكن ده محتاج عمره. رايح الصابر، احنا جايين دريم بارك ولا ايه؟ ارجوك ارجوك يا فندم، انا قاعد في المكتب ومفيش حاجه بتحصل، والقضيه كده كده في الجوافه. جوافه؟ وانت عامل كمين في سوق العبور؟ فندم ارجوك ارجوك اديني فرصه، اديني فرصه حضرتك. اتفضل يا استاذ على مكتبك. مكتب ايه حضرتك؟ احنا في الشارع. احنا خدمتنا في الشارع يا حسام بيه. اتفضل يا استاذ. تمام يا فندم، تمام قوي. تمام قوي؟ هتجيب لي ناس وتستنيها بره القسم ولا ايه؟ اتفضل يا استاذ على مكتبك. اتفضل. مساء الخير. مساء النور. ازيكم يا هوانم، عاملين ايه؟ تمام. الهوانم بقى رايحين سياحه ولا علاج؟ رايحين الهرم. يبقى علاج. ممكن تبصموا لي على هات يا ابني الورقه. ما ينفعش نمضي؟ ينفع. انا مش فاهم ايه اللي موقفها في الضلمه كده لوحدها. استنى بس. اوبا، امك بتشقت عزمي. احترمي نفسك يا اشجان وخلي بالك من كلامك. سوري يعني، بس واضحه زي الشمس يعني. ما تظلمهاش يا اشجان، مش جاي صلبه اوبر او كريم او جاي السمير، يعني عربيه مرسيدس متفهمه. الخوف لا تجيب لي عيل وتدخلني الجيش. احنا لازم اقتلها واغسل عاري.
اهدى بس يا عزمي، اهدى. طيب يلا بسرعة يا أشجان. حاضر حاضر حاضر، نازلة نازلة. بالراحة يا عزمي بالراحة. يلا يا أشجان بسرعة. يا عزمي يا عزمي عيب، أنا هدي البنت على اللي فيه. عيب عيب عيب، مش هتصدق إن أنا فايت ده. يا ريتني جبت معايا سلاح. ما تقلقش أكيد هنلاقي سكاكين فوق. يا عزمي يا عزمي بالراحة. طيب سيب الناس كده. يا أشجان عيب. يا عزمي 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 ودي هو ماما ومع مين؟ مع فايق؟ طب ازاي؟ عادي زي الناس. لا عزمي ارجوك ما تفهمناش غلط. ما فهمكيش غلط؟ ده انت جايبه المزه بنفسك يا حاجه رجاء. وانا اقول مين اللي كان قاعد ترمس؟ اخصى عليك يا خالي وبقى كده بتستغفلنا؟ الحب يا بنتي مش عيب. حب؟ لا 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 ارجوك ايه الفاظه؟ اصل دي فازه بيكينوان غاليه قوي، عاوز تكسر في الميكروويف في الطبق براحتك. اتشاهد على روحك. لا عزمي انا مامي ما تفهمنيش غلط، احنا متجوزين. متجوزين؟ اوه يا ابني ما قالت لك متجوزين، ليه بقى تكسرها؟ هو عند بقى كده يا خالو بتعمل فرح وما تعزمنيش؟ ما عملناش يا بنتي، كنا هنعمل فرح عايزين نجيب سعد الصغير. قالوا خلاص كبر ما بيغنيش، قلنا بنجيب احمد شيب اهو كبير جاهز. قالوا هاجر. اخصى عليك يا خالو برضو يعني، ولو كنت عايزه افرح بيك واسشورك بايديا. انت بتقولي انت كمان؟ كده ماما تخلي راجل غريب كده ابوه يلمسك. لا ما لمسنيش، انا ما كذبتش عليك لما كنت بقول لك انا رايحه العب استيميشن. اه ساعات شطرنج وساعات طاوله يعني كلها العاب مائيه. انا عايز اعرف الجوازه دي حصلت ازاي ومين الجون. يا مالي ما تروح تسال امك، ما عندك اهي. نيفين صاحبتكم هي اللي عملت كل حاجه. قذرة. لا كانت مستحمية وريحتها زي الفل، بس والله برافو عليها عملت كل حاجة، خدت مننا 150 ألف جنيه بس. يا مدام استني. اوعي يا بنت انت هتقعدي بقى تتكلمي معانا كتير. ايه ده؟ في ايه يا عزمي؟ مالك يا أشجان استهدوا بالله كده، انتوا بتقربوا عليا كده ليه؟ وبعدين يعني على فكرة انتوا فاهميني غلط، انتوا كل ده عشان 150 ألف جنيه والجواز العرفي يعني؟ ده أنا جايبة لكم عملية ب 100 مليون جنيه. مش عارف الفازه دي شكلها مش اصلي على فكره. معلش يا حبيبتي بس معاكي لزق عشان الكعب بيلق. اي عادي يعني، يعني طلعت بريئه وجميله البنت بصراحه يعني. احنا متاسفين قوي 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 يا نفنيفو. الله انا بحب الاسم ده قوي، ماما كانت بتقوله لي زمان. طيب ممكن تعتبري اشجان ماما وتعتبريني انا بابا، ونيفو الشطوره الاموره تقول لماما وبابا ايه هي العمليه الجديده؟ ام 100 مليون جنيه. كلاب فلوس حاجة تقرص الصراحة. استنى ده السيناريو بتاع العملية الجديدة. سيناريو؟ احنا هنا هنصور فيلم البطريق السعيد؟ احنا هنصب على سبيستون ولا ايه؟ دي قرية في الغردقة، وبعدين انا مرتبة الموضوع ده كويس قوي ومخططة له بقالي فترة يعني. بس بصراحة يعني عشان اعمل العملية دي انا لازم اتفق معاكوا على الاتفاق الاول. انا هاخد 50% من العملية دي. ليه ان شاء الله؟ عشان انا اللي عاملة كل حاجة وانتوا بس هتنفذوا. عاملة ايه وبتاع ايه؟ انت اخرك معانا 20%. ليه يعني؟ ده انا السيناريست وانتوا الممثلين، وبعدين يعني انا ممكن امشيكوا في ثانية واجيب غيركوا عادي. خلاص يا نيفو يا حبيبتي اللي تشوفيه. هو ايه اللي خلاص يا اشجان؟ ومالك بترمزي لي كده ليه؟ بصي يا بنتي سيناريست ايه وبتاع ايه اللي بتقوليه ده؟ مفكره نفسك اسامه انور عكاشه؟ اخرك كده معانا في العمليه دي 30% او مفيش عمليه اصلا. خلاص مفيش عمليه اصلا. يا عزمي يا عزمي يعني البنت كتر خيرها دارسه العمليه وشالت من علينا هم التخطيط. انت معايا ولا معايا يا اشجان؟ انا مع العز، مع النغنغه، مع الدولارات يا حبيبي. مساء الخير يا نانسي. مساء الخير يا استاذه امان. استاذه موجوده؟ موجودة ايوه، بس ثواني ابلغها. لا لا خليكي واحدة اغربت، خليكي انا اخش على طول. استاذ عماد ليه بترفص النعمة يا عزمي؟ سيبنا كده نعوم على وش الفتة. ايه ده؟ ايه اللي انا سمعته ده؟ انت يا عزمي؟ كده اشجان؟ عماد شش، انا سمعت اشجان بوداني. عزمي واشجان عاملين قلبان، أشجان عاملين قلبان، دول جن يا إنس وعصص بنس وفي الأشان جيلي وجيشان. عازي وأشجان عاملين قلبان، عازي وأشجان عاملين قلبان، دول جن يا إنس وعصص بنس وفي الأشان جيلي وجيشان. لا كمال وشادية ولا نور وبوسي، أشجان وعزمي لأ دول خصوصي، وأنجلينا وبراد
علشان في الدنيا بص شوف كان بطن مخلفة إنما إيش كان محزني دي دماغ متكلفة مع إنه يبان عبيط وتبان متخلفة نصين اتجمعوا والحب اللي انتصر ده هو بنطلون أشجان تبقى الكسر عزمي وأشجان عزمي وأشجان أشجان يا حب عمري مطرح ما يسري يمري كليني على العشاء اخي عليك يا عزمي بحبك حب وهمي وفيك متكلبشة ده الحب ما بيننا اصلي ومش اي بتنجان عزمي وأشجان